أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد صحو إلى غائما جزئيا بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا. والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.